السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حد كان بيسأل ازاي اخد صورة طبيعية وادخلها على الذكاء الصناعي واعدل فيها شوية. طيب، ممكن تاخد صورة زي كده، تمام، من على الفيسبوك، من على جوجل، من عندك، من على الجهاز، وتقول له انا عايز الصورة دي مثلا، تمام، قول له هنا open image in new tab بحيث تفتح بالشكل دوت، وبعد كده هاخد الرابط بتاع الصورة، كوبي ايمج ادرس، مش كوبي ايمج، لا كوبي ايمج ادرس، وبعد كده هنروح لموقع الذكاء الصناعي اي واحد. انا مثلا هنا دخلت على موقع اسمه بلو ويلو، هو ليه صفحه جوه الديسكورد. طيب، ممكن تيجي بقى تقول له ايه انت عايز تحمل الصوره، فبتقول له ايماجين، تمام، وممكن تعمل ايه، تقول له انا عايز ارفع صوره من عندي، تمام، فتدي له صوره، يعني ممكن ارفع صوره هنا بالشكل دوت، ممكن شايف علامة الزائد ديت، ممكن اقول له ابلود فايل. ابلود فايل يعني ايه؟ يعني انا عندي صورة من على الجهاز وعايز ارفعها، تمام. ممكن تديله الرابط نفسه، او ممكن تيجي هنا اختار صورة بقى ليا، مثلا الصورة ديت، تمام. لاحظ الصورة اللي انا اديتها له اهي، تمام، بس برضو محتاجة شوية شغل عشان تظبط معايا. طيب، هخليه يرفع الصورة، رفع الصورة دي. بعد ما ارفعها اعمل ايه؟ ممكن اخد هنا واقول له انا عايز اخد كوبي ايمج ادرس، انا عايز اخد العنوان بتاع الصورة. طيب، بعد كده اجي اقول له ايماجين، تمام، وبعد كده تدي له رابط الصورة، وبعد كده تقول له مثلا انا عايزها فارس مثلا، وعايزها رياليستيك، بالشكل دوت، وبعد كده تبدأ بقى تدي الريزوليوشن وتدي كل الحاجات اللي انت عايزها، تمام. هو هياخد الصورة ويبدأ ان هو يعمل عليها شوية تعديلات، وبعد كده يبدأ ان هو يوريها لك. كل ما بتدي له برومت اوضح، كل ما يطلع لك صورة بشكل افضل. اهو خد الصورة ودخل عليها، لبسها زي فارس، تمام، بالشكل دوت. اللي قبل كده كانت فين؟ اللي قبل كده كانت صورة تانية خالص، اللي هي عملها على هيئة ايه دخل فيها. ممكن تقول له انا عايز على هيك كرتون مثلا، يعني احنا معانا نفس الحاجة، واقول له imagine واديله الرابط واقول له كرتون، تمام. يعني تقدر بقى تشوف بقى انت عايز تخليها باتمان، سوبر مان، زي ما انت عايز، فيبدأ يعملها بالشكل دوت وهكذا. ممكن تقول له مثلا انريل انجن، وعايز مثلا ريندر، وعايز العدسه بتاعتها كذا. كل ما تدي له تفاصيل اكتر، كل ما يفضل يحسن لك في الصوره لحد ما يوصل لمستوى كويس. ولو عندك الميد جورني او ده كله بقى بفلوس، بيطلع نتيجه كويسه.